ايه ده؟ هاي جايز يلا بينا انا حصايب. يا ابني ده احنا اخر مره اتفقنا نتقابل وتقابلنا بالفعل كان من 3 شهور. احنا متقابلين رمضان اللي فات يا مسطول. ما رمضان اللي فات من 3 شهور. عادل ارجوك بقى قول لي ان انت موافق تيجي معانا سوما بي. نسافر ازاي في هند؟ بالعربيه. خدني معاك والنبي والنبي. هات المفتاح انا اللي هسوق. هي تركه ابوك مثلا هتغلط ابويا اغلط فمك يا شوقي. قول له على حس يا اخوان انا اللي هسوق. هاي باي شوقي. اي لاف ريد سي. ريد سي لافز يو. فين المايو؟ وانت عايز ايه من المايو يا حسين؟ احنا هنعمل ويك اند لذيذ فاجر. البرانس للأساتذة. برانس شكلها تطلع سفرية زي الفل بإذن الله. احترم نفسك يا سعودي. احترم نفسك انت. فين ماهي؟ انا مش هينفع اعمل كده يا مستر شوفتي. انا اعتبرتك شريك. بعدين بصراحة انا جاي اقول لك ان ايه؟ ايه؟ من حق اتجوز ولا ايه؟ هتشوف لنا مسرحية كوميدي كده اشوفك بتعرفي تضحكي زينا ولا لا. حد يجي عازب بدلة العيد كده؟ ايه ده؟ ايه الاوضه دي يا مستر شوقي؟ دي بتبص على النار دي ولا ايه؟ ترت ترت يا اللي انت محتار في الحياه مش فاهم اللي مخبياه يا لهوي واللي فهمها زمان عنها قال انجوي الدنيا كل يوم بحال. اوعى تقلع التيشيرت عادي لابوس ايدك يا متبهدل. انا كفيل بيه. 1 2 3 قرب.